قبل أكثر من 10 أعوام كانت العائدات المالية من الإعلانات للعديد من الصحف السعودية تتجاوز 100 مليون ريال كأرباح سنوية، يتقاسمها ملاك الصحف وأعضاء مجالس إدارتها، فيما بلغ بها الحال اليوم أنها لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها، حيث وصلت مدة تأخر رواتب الصحفيين في بعض الصحف إلى 10 أشهر دون رواتب. نشرة الرابعة تفتح الملف المؤرق للصحفيين في المؤسسات الصحفية السعودية، نتابع. الغياب التام عن المشهد، قد تكون هذه العبارة أقرب وصف للحالة التي تعيشها معظم المؤسسات الصحفية السعودية. صفحاتها تقلصت واعتمدت كثيراً على نقل الأخبار من وكالة الأنباء السعودية وغيرها بعد ساعات من نشرها. بعض الصحف السعودية اختفت، ومنها صحيفة الحياة التي أعلنت غيابها في بداية عام 2020 وتوقفت عن الصدور بشكل كامل بعد 70 عاماً من انطلاقها، إضافة لصحيفة الشرق والتي تكتفي بنشر عدد حالات المصابين بفيروس كورونا منذ أكثر من عام عبر حسابها في موقع تويتر. البعض من الصحفيين تركوا صحفهم حيث استقطبتهم الهيئات الحكومية، والعديد منهم أنهيت خدماتهم أو ظلوا دون رواتب منتظمة تنقطع عنهم لشهور طويلة، حتى أن بعض الصحفيين المتعاونين لم يتلقوا أي مبالغ مالية من الصحف مقابل أعمالهم منذ أكثر من 3 أعوام. أصبح بقاء القليل من الصحفيين في تلك المؤسسات مرتبطاً بخوفهم من فقدان مهاراتهم التحريرية فقط، وسط عجز هيئة الصحفيين السعوديين التي نشطت في افتتاح فروع جديدة لها في مناطق ومدن السعودية. خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين قال في تصريح سابق للعربية إنه ينتظر من وزارة الإعلام السعودية تغيير مسمى الهيئة إلى اتحاد الإعلاميين وتقديم الدعم للصحف، وإن معظم صحف العالم لا تزال تطبع بفضل الدعم لها. نحن نعمل ونسعى وإن شاء الله يتحقق هذا إلى تغيير مسمى الاتحاد، مسمى هيئة الصحفيين إلى اتحاد الإعلاميين السعوديين، ورغبتنا قائمة وهي معروضة لأخذ موافقة وزارة الإعلام. الصحف السعودية مثل زميلاتها في الأسواق العالمية لم تستطع مجاراة الصحف الإلكترونية في عدد القراء والانتشار، بل وبعضها لم تقدر على منافسة المعرفات الإخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي التي بدأ بعضها برأس مال لا يتعدى باقة بيانات إنترنت وهاتف ذكي، فيما لا تزال المؤسسات في البلاد تنتظر الدعم المالي الحكومي الذي لم يجد قيمة مضافة تقدمها هذه المؤسسات، خصوصاً وأن البعض منها لم تكلف نفسها عناء استنساخ تجارب دولية رائدة في التحول والاستمرارية. هذه ليست المحنة الأولى للإعلام التقليدي السعودي. قبل نحو 60 عاماً في عام 1964 عصفت بالسوق الإعلامية السعودية تغييرات كبيرة بناء على تنظيم جديد حول الصحف الفردية إلى 10 مؤسسات صحفية مساهمة مغلقة يملكها القطاع الخاص لتبدأ رحلة ناجحة،
فهل تشهد المؤسسات نهضة جديدة أم تتوقف مع توقف دوران المطابع؟ نواف عزيز، العربية. انضم إلينا من استديوهاتنا في الرياض محمد التونسي، الصحفي ورئيس التحرير السابق في صحف سعودية عدة وخليجية أيضا، ومن لندن الصحفي السعودي زيد بن كمي. حياكم الله معي في نشرة الرابعة من استديوهاتنا في الرياض. الله يحييك أبو عبد الله. شكرا أستاذ خالد، أحب أقول لك زميلي خالد. يتشرف. على فكرة هذه أول مرة أظهر فيها معك على الشاشة، رغم أننا مدير السابق قناة الإخبارية، كنت أشوفك من الكنترول. صحيح. سعيد جدا أني أنا هنا. أنا أسعد طال عمرك. كنت بسألك أول شيء عن كأنه الأرقام اليوم أصبحت من شبه المحرم للاطلاع عليها. أنا أتكلم عن أرقام التوزيع، أرقام المبيعات. مصادر خاصة في إحدى شركات التوزيع تتكلم أنه قبل عامين أفضل جريدة تبيع 1000 نسخة وعشرات الألاف بل مئات الألاف توزع بالمجان. تقرير تكلم عن 10 أشهر تقريبا صحفيين سعوديين موجودين في صحف كبرى سعودية ما استلموا رواتب. متى سترفع الراية البيضاء ويعلن رؤساء التحرير وفاة صحفيين؟ الزمن تغير. تكلم عن 1000 نسخة توزيع. يعني في ذلك الزمن لو انخفض التوزيع 1000 نسخة رئيس التحرير أوت برا. عرفت كيف؟ فالحال تغير، الحال تبدل، هذا أمر واقع يجب أن نؤمن فيه. الحديث عن هذا الموضوع الحقيقة في شقين أو من زاويتين. الزاوية الأولى، طب قبل، أنت تشوف أنه ماتت الصحف الورقية عندما أنا جايك في الكلام. الزاوية الأولى الصحافة الورقية، قاعدين نقول ماتت الصحافة، الصحافة لم تمت، الصحافة تبقى من بقي الإنسان على وجه الأرض. الذي مات هو الورق. فالذي المشهد الآن كأن هناك أجهزة على يعني على فم ميت. كيف الميت يتنفس وتتكلم عن 1000 نسخة؟ فهذا أنا أعتقد أنه من الهدر تماما، لأنه من الهدر أيضا الحديث عن هذا الموضوع. خلاص المسألة انتهت بالمطلق، وهي الذي أنهت نفسها بنفسها. يعني أنا قاعد أشوف صحافة تقتل نفسها بنفسها حقيقة. شلون؟ يعني تقتل نفسها بنفسها، أنه أين الحلول؟ الشق الآخر هو الحلول، أين الحلول العملية الواقعية يعني العاجلة، ولا أسميها عاجلة، هي حتما لابد أن تكون. وهذا الكلام قديم، يعني التوجه إلى 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 المنصات، إلى الصحافة الرقمية قديم جدا. أنا قديم جدا، يعني أحد الذين خاضوا فيه عام 2011. لا أريد أن أكرر ما قلته في السابق، ولكن للأسف أنه ما اتخذ التدابير، وفي إصرار على أن الورق باقي. يا أخي في صحف يعني عالمية، الصحف الأمريكية مثلا، الأربعة الكبار مثلا، خذ نيويورك تايمز، يعني عدد المشتركين فيها ينمو بالملايين سنويا. وهذه تطبع ورق، لكن الورق ما هو؟ الورق مسألة رمزية باقية. يعني ما عندي، يعني أنا ما أعرف وش اللي صار هناك، بس أنظر لها إنه هي رمزية. يعني الناس ما عاد الآن، أول يا أخي في الطائرة، وأنت في الطائرة محبوس، أنا تبغى يعني أقرب شيء تسويه القراءة. الآن تخيل، أولا أنا ما أعرف هذه وزعوا صح. باقي تشتري جرائد أبو عبد؟ كيف؟ تشتري جرائد؟ لا ما أشتري جرائد. أنا ابن كم صار لك؟ أنا ابن الورق وابن الرقمي كذلك، يعني لكني أنا ماشي، أنا أقرأ كتاب على ورق، لكن جرائد لا. القراءة في على الورق هي عادة إنسانية متوارثة، ما أقدر أنا شخصيا ما أقدر أتخلص منها، بس أنا ما أقرأ صحيفة في ورق. أعود إلى الطائرة. كم صار لك أبو عبد؟ أعود إلى اسمح لي، أعود إلى الطائرة. كان اليوم الذي لا توزع فيه، أذكر لك مثلا صحيفة عكاظ، اليوم الذي لا توزع فيه في رحلة معينة تأتينا شكاوي بالعشرات إنه ليش الصحيفة غير موجودة على هذا. الآن ما تشوف الصحف أصلاً، يبدو أنه حتى شركات الطيران بطلت توزع الورق على الركاب. فيعني إحنا خالصين من الموضوع هذا. إذن لازم أن يكون هناك حل. خلينا نناقش موضوع الورق. خلينا أقارن الآن بالوضع في الغرب، الصحف الغربية البريطانية أيضا. أستاذ زيد حياك الله معي. اليوم بالمقارنة، هل بقي من يقرأ الصحف الورقية في بريطانيا تحديدا، الصحف الكبرى؟ من الذي أعلن الاستسلام ورفع الراية البيضاء وأقفل في الغرب بالمقارنة؟ أهلا أخي خالد، مساء الخير، ومساء الخير للأستاذ محمد التونسي. يعني الغرب أيضا يعني نفس الحالة اللي مر فيها العالم ككل، ولو السعودية والغرب وجزء من هذا العالم. يعني فيها صحف أغلقت، يعني إحنا نتكلم يعني
في مع كورونا في 2020 يعني زادت كما تسمى زادت طين بلة، أغلقت 300 صحيفة في أمريكا فقط لوحدها أغلقت تماما. في لندن في بريطانيا هنا يعني في تحولت صحف، مثال صحيفة الاندمنت أغلقت في 2018 تحولت إلى المنظومة كاملة إنها تكون منظومة صحيفة أو منظومة ديجيتال وليست في مفهوم الصحافة الورقية. لكن المبادرة الجيدة أن هناك يعني في المؤسسات أو ملاك هذه المؤسسات لديهم أيضا فكرة، لديهم رؤية، عملية التطور، عملية التحول التي يشهدها العالم ككل. العالم بسبب هذه الثورة التقنية اللي أصابت كل مناحي الحياة، إحنا ما نتكلم فقط عن الإعلام والصحافة، نتكلم عن الطب، عن التجارة، عن كل مناحي الحياة أثرت على تأثير كامل بما فيها الإعلام. هذا التأثير في مؤسسات قادت التغيير وقاد هذه المبادرة وأصبح حققت الآن أرباح. يعني نتكلم اليوم مثلا، نتكلم أستاذ محمد تونسي عن نيويورك تايمز، نيويورك تايمز اليوم أعلنوا أنهم حيشتروا يعني موقع أتلتيك اللي هو الموقع المتخصص في الرياضة في تقريبا 550 مليون دولار. لماذا؟ لأن نيويورك تايمز حينما قررت في 2011 لما رأت أن السوق أو عملية اللي هو الانهيار العوائد المالية وأيضا حققت الصحيفة في ذلك الوقت خسائر، اتخذوا قرار مهم جدا أن احنا نتحول كل المنظومة حتتحول إلى أنها تكون رقمية وديجيتال، على الرغم أن محافظين موجودين كصحيفة مطبوعة موجودة لكن لم تعد أن هذه الاهتمام أو الاهتمام الأول هو عندهم الآن هو المنظومة الرقمية. اليوم وصلوا عدد اشتراكات عندهم أكثر من 7 مليون مشترك، إضافة أن نيويورك تايمز استثمرت في قطاعات أخرى، يعني في الألعاب، في الجيمز، في الكوكينج، في استثمرت عدة استثمارات متعددة متنوعة. إضافة أنه على يعني عندهم 3 مبادئ في بداية عملهم: أولا التغيير فكر الموظفين لازم يتغير، التغيير في آلية الكتابة، والتغيير في آلية العمل ككل. هذا اللي تم في بعض الصحف، على الرغم في صحف أيضا جيد. أخرى خليني أتوقف هنا، أنا أشوف أبو عبد الله يبتسم أنت ويسمع كلامك. أبو عبد الله، أنت واحد من 10 أسماء تقريبا من جيل الرواد في الصحافة ومن المؤسسين اللي يتنقلوا من صحيفة إلى أخرى يعني خلال 20 سنة، ويمكن دخول لهذا المجال في أكثر من 10 محطات، يعني صحف مطبوعة، مواقع إلكترونية، قنوات إخبارية، تلفزيونية. أنا ودي أعرف المشكلة، أنتم كرؤساء تحرير وأعضاء في مجالس إدارة لكبرى المؤسسات الصحفية صار لكم 20 سنة، ما قدرتوا تعرفوا وتتنبؤوا بهذا المستقبل وهذا الوضع، وبالتالي تصلوا إلى هذه اللحظة التي أصبحت فيها الصحف في غرف كما قلت مركب عليها أجهزة وما في أي فائدة؟ أنا ابتسمت عشان شفت زميلي زيد، أحبه كثير. طيب كويس. يعني توجه لي أنا الكلام. أي. ما ودي أكرر. لأنه الناس تحمل كل المسؤولية أبو عبد الله. سابقاً من 2011 أنا دقيت أجراس وليس جرس. أي. في ناحيتين، الأولى أنه نخاف أن يأتي يوم أسود علينا أن نتجه إلى المنصات أو إلى الصحف الرقمية. الأمر الآخر أنه الصحف تتسابق في توزيع الأرباح بالملايين. وين راحت الأرباح؟ ليش ما نجنب بعض من هذه الأرباح لتنمية الأصول وبالتالي وين ممكن راحت؟ ممكن أن نصرف عليها في اليوم الأسود. وين راحت هذه الأرباح؟ لما نتكلم عن صحيفة أرباح راحت المساهمين، لو تجي راحت لجيوبهم يعني. نعم، لو تجي المساهمين أنفسهم تقول لهم ريال واحد سهم يقول لك لا، وهذا كلام أنا قلته صراحة في 2011، و2011 بدأت يعني. أنا ما أبغى أدخل منطقة زميلي زيد، لكن صحيفة الاندبندنت مثلا قفلت في الورق في 2015 يعني مارس 2015 تحديدا، 2017 حققت أرباح. إذن المسألة ليست بذلك النفق، يعني هو ليس نفق، نمشي في الشوارع فوق في النور، هو ليس نفق. اللي قاعدين يسووا منصات يمشي في النور. أنا لي تجربة كذلك في إحدى الصحف خارج المملكة فيما يتعلق بالمنصات. العملية هي صحيح ليست سهلة. ماذا نحتاج حقيقة؟ نحتاج إلى فكر جديد تخرج منه استراتيجية جديدة لصناعة محتوى جديد. تبقى هناك معضلة أخرى ويجب أن نتنبه لها من الآن: المحتوى الجديد من يسويه؟
للأسف أنه عملية تنمية الكوادر البشرية للتعامل مع الواقع الجديد شبه توقفت. إذا أنت تقول أنه صحف ما تدفع رواتبها لأشهر، وأعرف صحيفة وأكثر باعت من أصولها واقترضت من البنك في سبيل أن تدفع رواتب متأخرة. فإذا يعني الحل هو واضح، ولكن زي ما قلت لك العنصر البشري مهم جدا، يجب أن نتنبه له من الآن. أنا ما أقدر بصراحة أجي أسوي منصة وبالتالي فيه زملاء، بس هذا أولا العدد لا يكفي، وشيء ثاني أيضا التعامل مع الطرح الجديد في الصحافة أيضا. بس هذا الكلام أنت تقولون من زمان يا أبو عبد الله، نحتاج إلى فكر، نحتاج إلى استراتيجية، نحتاج، وما حصل شيء. يعني كل الصحف تعمل اجتماعاتها السنوية ربع سنوية أو غيرها وتناقش هذه المواضيع، لكن ليس هناك أي حركة. هل يمكن، هناك من يقول بأنه السبب أنه هؤلاء الكبار من رؤساء التحرير، وأكون صريح معك أبو عبد الله، كانوا يقفون أمام أي عجلة للتغيير أو التطوير كجزء من أعضاء مجلس الإدارة، حتى أعضاء مجلس، ولم ينجحوا أو لم يريدوا صناعة صف ثاني جديد يحاول أن يغير من هذه الأفكار، يتنبأ بالتطورات ويضع خططه واستراتيجية من الشباب. ما شفنا أحد أبو عبد الله، يعني ما في أي جريدة استطاعت أن تصنع جيل ثاني شاب يمسك بزمام الأمور وبالتالي يحصل على التغيير، صح ولا لا؟ لا، هو خليني أقول لك، أنا ماني في موقع الدفاع عن نفسي، بس أنا ديدن التغيير، وأحد أهم مشاكلي مع بعض المؤسسات هي التغيير. واليوم الذي أرى أنه لا مجال للتغيير أمسك الباب. أي. تمام؟ فما في شك مثل ما قلت لك أنه يعني المرحلة، خلينا من الماضي، خلينا من الميت، نتكلم عن الحاضر. الأجهزة الآن. أستاذ خالد يقول أنه تغيير مسمى الهيئة إلى اتحاد الإعلاميين السعودي، أستاذ خالد المالك. نعم. وانتظار الدعم، يعني لازلنا إحنا، والله أستاذ خالد هو أستاذي وأول رئيس تحرير أعمل معه، وأتفق معه في جانب من مما قال. أنا ما أعرف شكل يعني دعم الدولة ماذا يكون، يعني في مؤسسات الدولة لو أرادت أن تدخل، الدولة لا تملك ولا سهم ولا ريال واحد في الصحف المحلية. لو أرادت أن تدخل لدخلت من السابق بدون أن تطلع. في مؤسسات يا أخي، أنت زي ما قلت، أنا حط استراتيجية وصمم مشروع فعلا، منصة مواكب 20 قادر، سنة ما سوتها، قادر أن يواكب، وخاصة في هذه المرحلة. نحن طيب. لدينا حراك عظيم، لدينا رؤية عظيمة تحتاج الحقيقة إلى إعلام مؤثر يحترم عقول الناس وينصف المنجز. هذا النوع من الإعلام أعتقد الصحافة معنية فيه أكثر من غيرها بكونها صاحبة الجلالة وكونها عصب الإعلام. أستاذ زيد، هل ترى بأن الحل استمرار الدعم الحكومي مثل ما ينادي الكثير اليوم من رؤساء التحرير، أو كحل وحيد اليوم لإخراج هذه الصحافة الورقية من هذه الحالة والمؤسسات الصحفية في السعودية؟ أسوي مشروعي خليني أسأل بس برجع لك المشروع. أي برجع لك المشروع. تفضل يا زين. للأسف الشديد أن نوصل هذه الحالة أن يطلب الدعم من الحكومة، على الرغم إن كان لما كان في النظام السابق، وأبو عبد الله ذكر هذا الموضوع، وحينما غير النظام النشر أو نظام مطبوعات النشر في عام 2002 التغى هذا الموضوع، وكانت بطلب أيضا من رؤساء التحرير والصحف أن يلتقى أو لا يريدون هذا الدعم من الحكومة. أي. والآن نرجع مرة أخرى نطالب الدعم للحكومة، وأعتقد أن هذا فيه مشكلة كبيرة، والمشكلة الجديدة الكبيرة أن ما في أحد يرفع المشعل، يعني المواجهة، أو أن يقاد أنه يوجد الحل. محترامي شديد لزملائنا الصحفيين ورؤساء التحرير الأساتذة، لكن هذا أنا أعتبره إلى الآن هو عجز، لا يستطيع أن يتقدم خطوة، على الرغم كان فيه اجتماعات مع وزارة الإعلام في سنوات سابقة وسنوات قريبة أيضا كذلك لإيجاد حل للمؤسسات الإعلامية، لكن لم يقدموا أي خطوة. المفترض أن يقدموا أيضا خطوة للمعالجة، المعالجة الوضع الراهن الموجود. الكلام كثير وأن اللي يتحدث كثير، لكن من يقدم على الخطوة ومن يرفع المشعل ويتقدم للأمام لم نرى أحد حتى الآن. أنا صراحة يعني أنا أشفق على حالة زملائنا الإعلاميين الذين خرجوا من بعض المؤسسات الإعلامية، واللي حتى بعضهم لم يستلم رواتبهم من فترة. إلى متى بس بيكون؟ على الرغم إن في مؤسسات إعلامية أو خرجت مؤسسات خرجت عن يعني عن قرب، يعني مثلاً 8 خرجت في 2016 وحققت ربحية. يعني هل في 2008 لم تجد استثمار أو فرصة في هذا السوق الإعلامي في السعودية؟
لم تجد لم استثمروا لم يضخوا هذه الأموال واستثمروا فيها، ولم تقبل أيضا كذلك مثل عملاق أو شركة إسرائيلية أنها تستثمر أو تتم صفقة بينها وبين ثمانية. لذلك هناك مشكلة في آلية التفكير أو عملية الإقدام. أنا أعتقد هناك في تخوف من المؤسسات أنها تقدم على الخطوة أو على هذا التغيير. إلى الآن مستمرين في الطباعة، إلى الآن هم مستثمرين في الطباعة، والطباعة أو الورق هي مشكلة الورق كما قال الأستاذ محمد التوسي، مشكلة الورق في العالم وليس في السعودية. الورق انتهى ومؤثر على كل ما كل الصناعات تدخل فيها صناعة الورق. الحلول برأيك في نصف دقيقة أبو عبد الله؟ أعلق، منهج الدولة لم يعد رعوي. أيه؟ لما تتكلم عن دعم، سوي مشروعك، سوقه جيدا. أيوة. قبل تروح للدولة. أيوة. سوقه جيدا، يعني أنا قصدي أنه رحت ما رحت، سوقه جيدا بين أصحاب الرساميل. وأكيد إذا مشروعك جيد بيجي اليوم عصر الإعلام اليوم، يعني بالعكس أنا أعتقد في 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 بين رجال الأعمال كثيرين، أقول كثيرين وأنا مسؤول عن هذا الكلام، يرغبون أن يساهموا في مسألة الإعلام. نحن أمام تحدي، وأتمنى أن يكون هو تخصيص وسائل إعلام حكومية، فما بالك أني أجي وأرجع إلى الدولة بهذا الموضوع. أنت مؤسسة يجب أن تكون قادر على أن تسوي مشروع وتسوقه جيدا، وإلا أغلق ومع السلامة. تتوقع أنه قريب يعلم؟ ما أعرف، لكن أنا أعتقد الهاجس موجود، الثقة موجودة أن هناك فعلا استشعار للخطر. استشعار الخطر ليس الحين الصحيفة أنها تقع المؤسسة، إذا أغلقت المؤسسة أغلقت الصحيفة أغلقت المؤسسة. شكرا جزيلا، أنا سعيد بتواجدك معي أبو عبد الله. شكرا لك. محمد التونسي الصحفي رئيس تحرير سابق في صحف سعودية عدة وخليجية، وكذلك للصحفي السعودي من لندن زيد بن كمي. شكرا لكم.